نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، وكانت على النحو التالي: عمليتان في البحر الأحمر استهدفت سفينتين، الأولى سفينة روزا والأخرى سفينة فينج دريم التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتمت عمليتا الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة ميرسيك سالتر الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي.